السلام عليكم. طبعا رجعنا وياكم من شركة بلو للأصباغ الإيطالية والمنتج البابا فلور اللي يشتغل على السيراميك. دائما اللي بنشرح عليه الفيديوهات السابقة والمراحل العمل من البداية للنهاية. أكيد تنتظرونا الفيديو اللي حيكون طريقة العمل مع البابا فلور الخاص بطلاء السيراميك. تحياتنا لكم شركة بلو للأصباغ الإيطالية. السلام عليكم. طبعا شوية بتحشيكم على طلاء الحمامات ايضا باب فلور. بس قبل لا تنطي الباب فلور المنتج مال السيراميك، شنو اللي تنطيه؟ تنطيه برولينج الناعم اللي متوفر بشركة بلو للاصباغ الايطالية. يصير لتر صغير، احنا ما شارحين عليه، هاي اول مرة. لان الحمامات معرضة للبخار، من يصير على المادة على السيراميك يتأكسد. فشو تخلي جوا؟ تخلي جوا اساس برايمر اللي هو البرولينج حتى يتحمل الضوء. راح اسوي لكم ايضا عليه فيديو بالختام. مراحل البرولينج اللي حكينا عليها فيديو سابق قبل شويه، قلنا لازم تطي ماده البرولينج داخل الحمامات اللي يعتبر هو اساس لطلاء البابا فلور. حجم مال البرولينج يكون صغير، هذا ناعم، الحبايه ما تكون ناعمه كلش. تطيه خط واحد وتخففه، تخففه تقريبا 50% الى 40%، وتتركه الى 4-5 ساعات. بعدها تجي السنفره بالكاغل، هذا المكان يابس هسه، هذا البرونج، السنفره بالكاغل، وبعدها تستخدم عليه المنتج البابا فلور اللي تابع الى شركه بلو للاصباغ الايطاليه. من يصير عندك تصليح بداخل الحمامات، تشوي الفطور هسه حاليا انا دا اصلحه، طلع سيراميك اسفنت ابيض، صلحها كليتي يابسه، سنفرهن، تنطيهن برونك ناعم اساس، وبعدين تنطيهن ماده. من خلصنا البرونك مع الحمامات انطينا مجال يابس تقريبا قبل 3 ساعات، هذا كافي جام. ما علينا، صارت عندك هسه، صارت الكاشية عندك ناعمة بواسطة من؟ بواسطة البرونيك اللتر اللي يعتبر هو أساس قبل الطلاء مال الباب فلور. بعد ما صار عندك ناعمة تقدر تنطي الباب فلور. داخل الحمامات تستخدم برايمر اللي هو برونيك الناعم. المراحل الأخيرة للفنش منتج البابا فلور وطلاء السيرامي الخاص بشركة بلو للأصباغ الإيطالية قبل وبعد. رح ننزل عليه فيديو من البداية للنهاية كيفية العمل.